قيمه الفرقتين اللي هيلعبوا في الماتش ده. بالمناسبه برضو، هل في امور بعينها حضرتك متخوف منها، سواء في ماتش الاتحاد المنستيري التونسي او في اللقاء السوبر المصري امام الزمالك؟ يعني الامور اللي انت فعلا هتبقى قاعد تتفرج على الماتش وانت ايه عينك عليها، قلقان منها، قلقان من ايه؟ يعني انا اقول لك، يعني انا سافرت مع الاهلي كتير قوي في تونس تحديدا، فيعني الجمهور هناك شديد حماسه طبعا، عنده حماسه عاليه جدا طبعا، وبس اسم الاهلي كمان كبير طبعا عندهم. فيعني مره من مرات يعني في التسعينات كده خرجنا بعربيات مصفحه من الملعب نتيجة الحماسة الزايدة. كان مع الصفاقسي. فأنا بقول الأهلي سلاحه الأكبر أنه يفرض نفسه في الملعب ويقنع الجمهور وجمهور التونسي أنه أحق بالفوز. طب طبيعة الجمهور ده مش يستدعي أن فريق الأهلي اللي يلعب يكون معظم عناصره من اصحاب الخبرات السابقه ومن اصحاب اللقاءات السابقه في شمال افريقيا ومتعودين على هتافات الجماهير عندهم والنوع ده من الامور، ولا مش شرط؟ طبعا ده رؤيه الجهاز الفني نمرة واحد. الخبرات مطلوبه، مطلوبه جدا جدا جدا، لان دي افتتاحيه صعبه طبعا، مش سهله.